قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده تقدر لفرنسا وقوفها الدائم إلى جانبها ودعمها لها على كافة الأصعدة، وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في بيروت. هذا وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن الجانبين بحثا المساعي التي تقوم بها فرنسا لإعادة الهدوء إلى جنوب البلاد. ونقلت رئاسة الوزراء عن ميقات قوله لستيفان سيجورني إن المبادرة الفرنسية تشكل إطارا عمليا لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 والذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملا مع المطالبة بالتزام إسرائيل بتنفيذه. وفي المقابل أكد الوزير الفرنسي أن عودة الاستقرار في لبنان يمر عبر إعادة نشر قوات الجيش اللبناني جنوب البلاد، وأضاف أن فرنسا ستحمل الرد اللبناني على مقترحها وتبحثه مع إسرائيل. نواصل مع أصدقائنا التأكيد أن العودة إلى الاستقرار يمر عبر إعادة نشر الجيش اللبناني جنوب لبنان. تلقينا اقتراحات الجانب اللبناني وسنبحثها مع إسرائيل. الملاحظات اللبنانية حول مقترحنا للتهدئة أخذت بعين الاعتبار. ومن مدينة طرابلس شمال لبنان ينضم إلينا الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني. دكتور مصطفى أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذا قدمت مقترحات فرنسية أو قدم مقترح فرنسي وأخذ أو حصل الفرنسيون على رد لبناني سيقدم لاحقا لإسرائيل، ما الذي نعرفه حول هذا المقترح وحول طبيعة الرد اللبناني؟ الواقع بأن لبنان أعلن موقفه من البداية بالالتزام الكامل بالقرار 1701 شرط أن تلتزم إسرائيل، لكن الآن ما يحدث عبر الحدود لا علاقة له بالقرار 1701 ولا بالتزام إسرائيل ولا بالطرف اللبناني. القضية هي أن حزب الله ربط الحرب القائمة الآن المحدودة، المناوشات يمكن الكلام بأي شكل عنها، ولكن هناك الكثير من الخسائر، الكثير من الدمار الذي تحدثه إسرائيل في منطقة الجنوب. المهم هو أن حزب الله ربط القضية بقضية غزة، فإذا القضية هي لا علاقة لها بالقرار 1701 بالنسبة لحزب الله على الأقل. والسلطة اللبنانية، يعني اليوم كان هناك إحراج واضح لوزير الخارجية عندما قال بأن حزب الله هو من يقوم بذلك، يعني أن الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية لا علاقة لها بما يحدث. لذلك لا أرى بأن هناك حقيقة أمور جديدة ستحدث بهذا الخصوص. قبل أن نتحدث عن الردود اللبنانية رسميا وحزب الله، ولكن ما قدم من الفرنسيين كان الورقة السابقة التي تابعناها وقرأناها وناقشناها كثيرا أن ثمة تعديلات بالفعل دخلت على آخر مقترح فرنسي. نعم، المقترح السابق كان يتبنى الكلام الإسرائيلي بالانسحاب 10 كيلومتر، فالقرار 1701 لا ينص فقط على ذلك، هناك جملة من الأمور ومن ضمنها انسحاب إلى ما وراء الليطانية. الجيش اللبناني يسيطر على كل المنطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى ضبط الحدود اللبنانية بأكملها البحرية والبرية. لكن الآن المقترحات هي تصغر لوقف ما يحدث، والآن ما التعديل الذي حكي عنه هو بدل أن يكون هناك 10 كيلومتر هو الانسحاب إلى مسافة مقبولة ربما بضعة كيلومترات عن الحدود. لكن لا أرى يعني أن هناك مجال للالتزام بهذا الموضوع طالما القضية بالنسبة لحزب الله مربوطة بغزة، وطالما إسرائيل تقول وتتحجج بأنها تريد أن تعيد نعم، ولكن هناك نقاش إسرائيلي في هذه النقطة دكتور مصطفى. حزب الله بالفعل يحاول الربط بين ما يحدث في الجنوب وبين جبهة غزة، ولكن في المقابل إسرائيل غير مستعدة لذلك إلا إذا، وهذا بحسب جريدة الشرق الأوسط، إلا إذا جرى التوصل لترتيبات أمنية تمنع عودة الجنوب للوضع الحالي الآن. إذن إسرائيل تضع هذا الشرط لتناقش ربط المسألتين، هل يمكن أن يصل لبنان إلى ترتيبات أمنية ما مع إسرائيل؟ لبنان يمكن أن يصل إذا كنا حصرنا القضية بالدولة، ولكن بكل موضوعية القضية لا علاقة لها بالدولة. حتى سنة 2006 كان هناك نوع من الالتزام والقول بأن الحدود الآن هادئة ولبنان ينتظر
صيفا واعدا، وما رغم ذلك اتت الاوامر لحزب الله وقام بما يقوم به. ولن يعني يعدل حزب الله موقفه؟ حتى الان يعني قال حسن نصر الله، او على الاقل هناك تصاريح واضحه بهذا الخصوص، بان القضيه هي اننا نحمي غزه من التغول الاسرائيلي ولن نتخلى عن غزه. يعني عمليا لا قرار بالالتزام باي شيء من هذا الموضوع الا اذا توقفت الحرب على غزه. اذا كان هناك بعض التفاؤل بخصوص نعم، تبادل الأسرى وهدنة معينة، لكن هذه الهدنة ستكون مؤقتة بطبيعة الحال، يعني أن الأمور ستعود إلى ما نعم، كانت عليه في السابق. نعم. ولكن داخليا ما نعرفه الدكتور مصطفى هو بأن القرارات أو الاتفاقات رئاسة الحكومة، رئاسة النواب، وبالتأكيد دائما تأييد ودعم وموافقة حزب الله، ولكن هل في هذه الحالة يمكن أن يذهب حزب الله إلى القرار بصرف النظر عن الغطاء السياسي أو حتى موافقة رئاستي الحكومة والنواب خاصة نبيه بري؟ أولا علينا أن نخرج قضية حزب الله من أي سلطة موجودة نعم، داخل الأراضي اللبنانية، لأن من ينظر إلى حزب الله بأنه يتطلع إلى ذلك عليه أن ينظر لحزب الله إلى شيء واحد، هو فيلق عسكري مرتبط بالكامل بقرارات الحرس الثوري، نعم، وهذا سبب وجوده، وهو حقيقة يفاخر بذلك. لذلك لا أظن بأن القضية لو ضغطت كل الدولة الآن، المرهونة والرهينة لقرار الحزب، لن يغير ذلك إلا قرار يصدر عن الولي الفقيه أو عن قيادة الحرس الثوري. نعم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني، شكرا جزيلا.